أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا يحدث للمؤمن بعد موته؟ هل يرقد حتى قيام الساعة أم أن روحه تذهب إلى الجنة ويكون نسمة في شجر الجنة؟ نعم، جسمه يبقى في القبر ويصير ترابا أو يبقى، الله أعلم، جسمه في القبر. أما روحه فإنها إن كان مؤمنا فإنها تكون في أجواف طير تأكل من ثمار الجنة وتعود إلى القبر، أيضا تعود إلى الجسم، تتصل به، تخرج، تذهب، تجي. الروح ليست محبوسة في القبر، أما الجسم فإنه محبوس في القبر إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى. وأما روح الكافر فهي في سجين، روح الكافر والعياذ بالله تكون في سجين، نعم، في النار، في أسفل النار، نعم.